شيش بيش العب يا شنت. بيقول لك امبارح شيكابالا جاب حته جون هز الملعب كله. جون مزيكا، بس في حاجه مضايقانا قوي. كلهم بنيجي نقعد نفس القعده، ولا شغل ولا مشغله. مش جاي منك ننزل كده ندور على شغل؟ لا شغل ايه وفرهدت ايه يا عم، انت شايف الجو حار، انا نفسي عجباني القعده. سلطان زمان سلطان زمانك؟ لا يابا انا عن نفسي زهقت خلاص من القعده دي وكل يوم لعب وفرهده. انا عن نفسي الوقت ده احسن اضيعه في شغل. خلصانه براحتك يابا، قوم دور على شغل. تعالى يا مجد. السلام عليكم. يا ابو السلام. بقول لك اخويا، مش محتاج حد هنا يشتغل معاك؟ والله اخويا ما محتاج حد الايام دي، بس سيب لي رقمك لو احتجتك كلمني. 011 21. السلام عليكم. بقول لك يا اخويا، انا بقالي ساعه عمال الف في المربع ده بدور على شغل، مفيش اي حد جنبك محتاجني معاه؟ طب بص سيب رقمك لما فاك كبريك. لفيت يا مجد الدنيا كلها على شغل يا جدع، مفيش. كل واحد ده عشان يقول لي سيب لي رقمك وابقى اكلمك. انا قلت لك يا عم، هو لو كان في شغل كنت انا فضلت قاعد كده؟ هو انا عبيط؟ انا مش عارف يا اسطى، بس الواحد انت عارف بيحب برضه يسعى ويعمل اللي عليه. المهم انت هتعملوا ايه بكره كده؟ استنى ده في حد بيتصل. الو؟ ماشي يا ريس، ماشي انا هاجي لحضرتك طبعا، هاجي لك ان شاء الله حالا حالا. صاحب الشغل ياض هموت ياض يا غبي ياض، ارمي لي قرص، ارمي لي قرص، حاسب معاه اوه. خش. السلام عليكم. عليكم السلام. هو حضرتك كان في واحد قاعد مكانك هنا كان مكلمني ان انا انزل معاه شغل في الاستوديو. ما اللي مكلمك ده ابويا، تعرف تعمل ايه؟ هو حضرتك لو حطيتني معاك في اي حاجه في الاستوديو بامرك انت يا ربي دماغي شغاله. طيب انت هتبدا معايا بنظافه المكان. اتفضل. مش ده ساسا اللي بيغني برضه يا ريس؟ ده ساسا، ركز في شغلك انت بقى. احلى ابتسامه. بقول لك يا عبدو، هات المروحه هنا. المروحه دي بالك عندك؟ وبعدين انت مش شايفني شغال؟ على فكره انت خطوتين وتجيب المروحه. انا مش عارف ليه من ساعه ما نزلت معاكم شغل وانت حاططني في دماغك. بتبجح فيها ولا ايه؟ انت نسيت نفسك؟ اوعى تكون مفكر ال 50 جنيه اللي باخدها منكم دي بتعمل حاجه. ده انا كنت نازل هنا معاكم عشان اتعلم. اقول لك على حاجه، اللي يرزقني هنا يرزقني في مكان تاني. معرفش ايه الشغلانه السودا دي. بس يا يوسف هو ده كل اللي حصل. الواحد برضو يا عم عنده كرامه. قلت بقى يا اسطى ايه، اسيب الشغل في الاستوديو وادور على اي حاجه تاني؟ ما قدامكش اي حاجه؟ لا يا يوسف، ابن حلال مصفي يابا. انا ابويا كان عايز حد ينزل يشتغل على العربيه دي اوبر، وخد يابا المفتاح ومش هلاقي احسن منك ينزل عليها. والله يا جو انت جيت لي من السما، بعون الله العربيه في عينيا يا حبيب قلب اخويا. ابدا شغل بقى من دلوقتي. اوبر؟ ايوه اتفضل. كمان هنا كده حضرتك؟ سبب كده الحساب 5-8. اتفضل. خد ده عشان الشكر. اول حضرتك طالب اوبر؟ ايوه اتفضل. ادي اخرة الحريم بقى لما تسوق. الطريق واقف كده ليه؟ الحمد لله. هو انت متعلم؟ متعلم؟ اللي قاعد جنبك ده على فكره خريج حاسبات، بس انت عارف بلدك، الواحد بياخد الشهاده ويقعد يطلع عينيه عشان يلاقي شغل. ومن هنا فضلت ادور على شغل لغايه ما اشتغلت في استوديو، حتى ابن الراجل عمال يرز فيا، ولقيت واحد صاحبي اللي شغال على العربيه دي اوبر وهتاكل منها عيش. حسابات؟ على فكره انا شغال في شركه محتاجين محاسبين كتير من جميع الدول اللي في العالم، وانت اكيد اكيد هتتعين معايا ان شاء الله. هتيجي تقدم السي في بتاعك بكره في الشركه وان شاء الله مقبول 100%. بس كده اعتبر السي في بتاعي جاهز. انا من ساعه ما شفتك بصراحه بقول وشك سمع. اللي عمالين ترغوا يلا الشارع وين؟ احنا بقالنا ساعه بنرغي بصراحه. برش العربيه وخلاص الحمد لله بكل المبلغ اللي انا قلت لك عليه جهزته. جاهز بقى بكره عشان جاي تقدمه. يلا بابا. ايه يا شنت لسه عاجباك القعده زي ما هي؟ على فكره انا معدي من جنب القهوه مخصوص عشان اعدي اسمعك الكلمتين. يا جدع فوق لحالك بقى. على فكره انا عارف ان انت بقيت حاجه كويسه وبقيت ماسك فلوس وماسك شبكه، وانا ندمان فعلا ان انا ما قمتش دورت على شغل. انا بقى مش هستناك لغايه ما تدور لي على شغل يا شنت، احنا محتاجين ناس معانا في الشركه. يلا قوم يا ده عشان هتشتغل معايا. بجد؟ يلا قوم.